امرأة من مدينة حلب أتقنت فنونا عدة نتيجة الظروف التي مرت على المدينة، وأهمها فن الموزاييك، حيث تقوم بتصميم أعمالها بطريقة حرفية وأسلوب مميز من خلال تعلقها بهذا الفن الذي يحتاج للدقة والصبر. حاولت أني أنا أمارس هواياتي، أعبي وقتي بشيء مفيد، فبلشت تطريز بالريبان، عملت حفر على البيض، تعلمت أسوي موزايك، حبيت كتير، عملت لوحات، يعني كانت تونس وحدتي اللوحات، كله يدوي طبعا، أنا بصب الحجر، أنا بنقي اللوحة، بعمل الشاسي، أنا الكادرات يعني، وبقعد بشتغل هون. طبعا أنا بقصها وبنحتها وبعطيها الشكل اللي أنا بدي إياه مشان ألزقها على اللوحة. شغل كتير دقيق، بده صبر، يعني هي مو بس اني انا اصف حجر، هي انا اعطي للحجر شي من روحي، اعطي للحجر مثل ما بقولوا خلينا الحجر ينطق. عملت الفنانة روبي على ادخال لمساتها الخاصة من خلال دمج فنون اخرى بالموزاييك، ومنها السيراميك والعجينة الروسية، فانتجت اعمالا فنية شاركت فيها بالعديد من المعارض، ودعت جميع النساء في المدينة لاكتشاف مواهبهن. دخلت بالموزايك، دخلت السيراميك، في عندي لوحة هي حارة دخلت فيها السيراميك، حبيت العجينة الروسية أني أدخلها بالموزايك، فكمان عملت منها أشكال، عملت صحون ضيافة للعيد، عملت منها لوحات، عملت منها طيور، عصافير، ساعات. سوريا هي من البلاد اللي اشتهرت في الموزايك، فأنا هي كتير حبيتها لأني تراث بلادي. أنا كل سنتين بشارك بمعارض، مشاركة المعارض كتير حلوة، بتمنى لكل سيدات سوريا ولكل بنات سوريا يكون عن يعني يكتشفوا المواهب الموجودة فيهم. الحياة كل يوم عم تعطيني نهار جديد، فبتعطيني أمل جديد. لمسات فنية تحمل رسالة تعبر عن حبها لمدينتها وتعلقها وتميزها بفنها. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب.